فنشكرك من جمعنا في هذا الجمع المبارك بمناسبة هذه الذكرى الخالدة اللامعة إلى يوم الدين، ذكرى مولد خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أخواتي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو البخيل؟ شكون هو البخيل؟ لا البقجاج. فقالوا المفلس، اللي ما عنده فلوس ما عنده والو، بقجاج. فقالوا من لا درهم له يا رسول الله؟ لا فلس ولا درهم له، ما عنده لا فلوس لا والو. قال له لا، البخيل هو اللي كيذكروني قدامه ما كيصليش عليا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم بصوت من علي. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخواتي، ما غاديش هذا النهار نعطي شي درس بحال الدروس اللي متوالفين كنعطيوها في المساجد ولا في المحاضرات. يعني جبد الورقه وبقيت قراي، ولا الانسان كيستمع حتى كيديه النعاس وما ما كيستوعبش او كيستوعب القليل. غادي نحاولوا الدرس يكون منكم ومننا، اخذ وعطاء. علاش منكم ومننا؟ باش نستافدوا منكم اللي عندكم ونصحوا لكم المعلومات الخاطئه، وتستافدوا منا اللي عندنا وتحاولوا تشدوا عليها بالاناميل، لانها ان شاء الله معلومات ماخوذه من الكتاب، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنه. اول سؤال نسألوا الحضور الكريم هو، هل ذكرى كتسمعوا ولا لا كتسمعوا؟ ما كتسمعش. كتسمعوا؟ الأخت الكريمة كتسمعيني؟ كتسمعوا؟ لا شوية واخا. هاد الذكرى اللي كنحتفلوا بها، كاين اللي كيقول لها عيد المولد، عيد المولد، سمعوا عنها، كاين اللي كيقول لها عيد المولد. واش هي عيد المولد ولا ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا احنا كمسلمين عندنا جوج الأعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر. فلا نقول عيد المولد ولا عيد الاستقلال، خذوا بالكم، ولا عيد المرأة. ايش؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. هكا خسرنا نتعلموا كمسلمين. هذه ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول معلومة، من كان له خاطئة فليصححها، ومن كان يعرفها فحمدا وشكرا لله. ثانيا، إذا سألت سؤال ونقول لكم أش من مسلسل كاين هذا الأسبوع في الأولى وفي الثانية، في الدوزيام وفي الأولى، يلا جاوبوني. كتضحكوا معناهم معناكم كتبعوا، ها معناكم كتبعوا. يا اذا قلت لكم، اذا كانوا شباب والولاد وقلت لهم اشهر مباريات كاينه دابا داخل الوطن وخارج الوطن، وشكون هما الابطال ديال الكره؟ كلشي معروف. ولكن هل نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين؟ احنا أخواتي وبناتي، إذا عرضونا شي أسبوع ولا عرضونا
كانت في عدس. شكون غادي يتزوج؟ فلانه بنت من؟ فلان. ولد من؟ ولد فلان. اش غادي يديروا؟ ربما كتدخل في حيثيات مع ان كاع ما عندناش هذاك فيها، ولكن كتسقسي على الصدقات والمشروعات وكذا 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 وكذا. يعني كنعموا بالحيثيات ديال هذاك المكان اللي غادي نمشيو له مدعوين، كنعرفوا اشكال كذلك في السبوع. بينما ملي كتجي الذكرى ديال سيد الخلق اجمعين ونسولوا الناس الكبار ونسولوا الصغار، كنحكوا المعلومات يا اما والو والعياذ بالله، واما قليله واما مغلوطه. وهذا العيب فينا كاملين، ما نلوموا به حتى شي واحد. نبدا بنفسي، هذا عيب نلوموا نفسنا كاملين، لاننا كنهتموا بالاشياء التافهه ديال الدنيا وكنخليو الاشياء الاسلاميه اللي كتنفعنا في الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. اذا طرحت سؤال وقلت لكم اعطوني غير 4 ديال الجزود ديال النبي صلى الله عليه وسلم، غير 4 تفضل. إذا طرحت سؤال وقلت لكم أعطوني 4، وإذا كانت شي وحدة أخرى مخيرة وتزيد لي 4 أخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. مزيان 4، شكرا شكرا 4، صحيحوا عليها صحيحوا عليها. هذا هو، هذا هي النتائج ديال بحث الأمية. هذه نتائج بحث الأمية. وإذا قلت لكم، إذا قلت لكم من هي الأم ديالو وشكون هما المرضعات ديالو، شكون تجاوب؟ مزيان مزيان. إذا الأم ديالو هي آمنة، بنت من؟ بنت وهبة. ولا المرضعات ديالو شحال كانت، واحدة ولا جوج؟ يا إذا نحن على نوع من الوعي في السيرة النبوية. نحن اليوم نذكر انفسنا ونذكركم انتوما بان العيب ماشي في هذا الجيل اللي طالع، واللي كنقولوا هذا الجيل هذا والعياذ بالله منه ما كيعرف والو، لا غير السينما وبلا انترنت. لا لا لا، هذا الجيل فيه الخير والبركه، لكن العيب فينا حنا اللي كبار. واش كنجلسوا ولادنا على المقاعد قدامنا ونقولوا لأولدي ولا أبنتي أش كتعرفي وريه لي، ونقول لك أنا أولدي ولا أبنتي هل اللي كنعرف نقولوا لك وروح بحث هالشي اللي قلت لك وصحيح ولا غلط، نعلموه هنا في ديورنا. فالعيب في الكبار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في حديث صحيح الولد يولد على الفطرة، الولد ولا البنت، الولد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولد اي الصبي، الصبي هو بمثابة الدار، الأسرة. الأسرة إذا كانت أسرة مزيانة، الأب مزيان والأم مزيانة والعموم والأخوان والجدود إذا كانوا موجودين كلهم مزيانين، هذاك الأطفال كينشأوا على ما يرون. الطبعوا كيطبعوا بحال جبتي واحد الورقه وقلتي كطبعوا يغلو تطبع، كيطبعوا من عندهم هم والعائله ديالهم، كيشوفوهم كيصليو في الوقت، كيشوفوهم ما كيكذبوش، كيشوفوهم ما يدخلوش السرقه. ما بغيتش يسرقوا قدام ولادهم ولكن يدخلوا السرقه والعياذ بالله. كيشوفوهم النميمة، كيشوفوهم يدخلوا في أعراض الناس، كيشوفوهم يدرزوا مع الجيران، كيشوفوهم كيكرهوا المرأة تكره الويسات وتكره العجوجة وتكره العجوز، والويسات يكرهوا مرض الأخ والعجوجة تكره مرض الولد. كيشوفوا هاد الأخلاق اللي هي أخلاق
هذا أخلاق شيطانية. هاد الأولاد كيفاش بغيتو يخرجوا؟ الأساس مغشوش، اللي رباهم ما حاولوش يطبعوهم واحد الصورة حقيقية إسلامية. إلا شافوا العكس، الكذوب والو في الدار، السرقة والو في الدار، الهضرة في الناس والو، واخا باش واحد يهضر سكت انت، اش بينك وبين الناس؟ شافوا النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، شافوا الصدقة، شافوا المعاملة الخيرة مع الجيران، شافوا المعاملة الخيرة مع كل شيء الناس، شافوا غير الكلام الحلو كيخرج من الأفواه ديال باتهم والعائلة ديالهم، كيطبعوا واحد الطابع ديال الأخلاق الإسلامية. وهنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اختير صلى الله عليه وسلم من عند الحق سبحانه، ما اختاروش حنايا البشر، اختاروا الحق، لان احنا البشر نقدروا نتباعوا 50 درهم و 100 درهم بحال ديك الوقت اللي كانوا يتباعوا في الانتخابات. وملي كيفوتوا الانتخابات كنقولوا هذاك ما دارنا والو، ما دارنا هو كذب علينا ودارنا، حنا ما درنا والو، حتى حنا كنا 50 درهم ولا 100 درهم وجبنا الخضره وكليناها وبعنا روحنا. فهذا سيد الخلق اختاره الله خالق الخلق اجمعين، اختاره ورعاه من صغره هو راعي الرعاية. نعم فقد الأم، نعم فقد الأب قبل أن يراه، نعم فقد الجد اللي كان كيحضن عليه، وبعد فقد العم، وفقد الأسرة دياله واحد 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 واحد، لكن كل واحد خلى فيه واحد الآثار طيب. وقد الرعاية الكريمة ديال الخالق الخلق أجمعين جمعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شهد فيه الله سبحانه لا إله إلا هو، وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. شتو الخلق؟ شتو الخلق أخواتي بناتي؟ الخلق هو كل شيء. ما قالوش وإنك لعلى صلاة دائمة، لا راني بعد نقولها بالقرآن الكريم. ما قالوش وإنك لعلى صدقة دائمة، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق الخلق الخلق، لأن الخلق كنشوفوه في هذه الدنيا وهو طريقنا إلى الآخرة. إذا كان الإنسان ما كيكذبش هنا في هذه الدنيا، حتى إذا بغى يهضر فيه واحد يقول له هذا فلان كذب، يقول له اسكت، فلان عمر ما سمعناه كذب. إذا هاشوا الدنيا خرجوا هنا. إذا كان فلان بغى يتهمه بالسرقة يقول اسكت، فلان عمرو ما بغى عليه كيسرق. إذا كانت شي ما بغات تكلم وحدة أخرى يقولها سكتي أنت، يا هذا الشيء ماشي شغلك. كل واحد كيتحاسب هو عنده مع الخلق مع الخالق. إحنا ماشي إحنا اللي نتحاسب في هذه الدنيا، إحنا نشهدوا بما رأينا. هذه الرؤية ديالنا ونسبية ماهياش حقيقية. إذا الخلق سيد الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. مجد الله من فوق سبع سماوات وقال له أراك يا محمد صلى الله عليه وسلم راه عندك واحد الأخلاق واحد السلوكيات عظيمة جدا، لا شهادة فوق شهادة الله. الله يبارك فيك، عاونونا بالسكاس، الله يبارك فيك. إذا لا شهادة، لا شهادة فوق شهادة الخالق، هذه وحدة. ثانيا أبناتي الله يرضي عليكم، عاونونا بالسكات، اللي عندها شي بغيتها ديرها قدامها باش 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 تعاونونا. إذا هاد الخلق اللي الله تعالى مجد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي كان سبب ديال إنجاح الرسالة المحمدية من البداية إلى يومنا هذا. غادي نشوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له وانك لعلى خلق عظيم، قالوا الله تعالى اش دار؟ حنا اليوم قلنا شي واحد فلان ولا فلانه، الله يعمرها سلعه، كنتفخوا ها؟ انا الناس راهم يقولوا فيا مزيانه، كنزكيو نفوسنا. ما
بينما الله تعالى لما مجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لعلى خلق عظيم، أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما تبجحش، ما قالش أنا كنت أنا درت أنا اللي ربيت روحي وأنا لا لا، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أرد الأمر إلى الله، هذا هو التواضع، وهذه هي الأخلاق الحميدة، وهذا هو الإسلام. أنا نشوفوا الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصلة، وصلته على أن الكفار ما أمنوش بالرسالة ديالو، كفار قريش ما أمنوش بالرسالة ديالو، وعندهم أسباب. من الأسباب ديالهم حساب لهم محمد صلى الله عليه وسلم بغى يولي مالك عليهم، بغى يحكم عليهم. هذه وحدة، بغى هذيك الأموال اللي كتجي لمكة ويديروها دوك يعوضوها دوك فوق الأصنام يديها هو. خافوا على تجارتهم، خافوا على المال، شفتوا المال اش كيدير، شفتوا الخوف على المال اش كيدير، قاطعوه وكفروا به رغم أنهم كيعرفوا أن الخلق ديالو عظيم. والدليل لما وقف واحد النهار وقال لهم واش عمركم قبضتوا عليا شي كذوب؟ قالوا له حاشا، عمر ما قبضنا عليك كذوب. والدليل كانوا كيسميوه الأمين، كان أمين بالأمانة، يعني كيعترفوا ككفار أنه عنده خلق عظيم، أنه أمين، أنه ليس بكذاب، أن خلقه خلق أحسن الأخلاق بالنسبة للناس، ولكن ما بغاوش يأمنوا به خوفا على المال ديالهم، على الجاه ديالهم، على السيادة ديالهم. أنا نشوف هذا الخلق العظيم في الغالب وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. بغاو يبنيو الكعبة، بغاو يحفظوهم، يقول لهم سيدنا عيسى وسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى هذا رسولنا كذلك. في يوم من الأيام قال لهم أنا كملت معكم وحفظتكم، دابا غادي ندير لكم حفلة كما راح ندير مجموعين ونقول لكم نقول لكم واحد المفاجأة، اسمو هي المفاجأة. قال لهم غادي تمشيو في واحد الرحلة، عام هو كيقريهم باش يردوا من سارة، ولما قال لهم الرحلة رفعوا يديهم مكة 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 مكة. فتفاجأ الرهيب، تفاجأ النصراني، عام وانا نحفظ وتقولي مكة مكة، هذا مسرور من الله كما نصر الله محمد صلى الله عليه وسلم. رجعوا الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تهدمت مكة وبغاو باش يعاودوها